مرحبا بكم مره اخرى في الماتينال. احنا توك باش نحكيوا موضه، كنقولوا موضه شكون نقولوا زعما صفصو فادية ضحك. فادية ضحك، دونك بحذنا فادية الضحك. صباحين بونجور البنات، صباح لاباس انتوما؟ الحمد لله. عشان باش نحكيو اليوم فدوشة؟ اليوم باش نحكيو على الالوان اللي باش يدلجوا السنة في الخريف والشتاء، دونك 2021 بالضبط. بيان سور كي نقول الالوان اللي باش يدلجوا معناها نجموا نلبسوا الالوان الاخرين، فهمت؟ كل واحد وذوقه، هذوما الحاجات اللي السنة باش راهم برشا فوالا. بالضبط. اما قبل فادي كيما تعرف لازم نرجع بحذا لي شيف. مرحبا فاطمه، باش نرجعوا مع بعضنا نكملوا في الخبز اللي اختارته شيف فتحيه اليوم باش تودنا به بنكهه البصل مع الفرماج البنين من عند مريح. اول حاجه قلت لكم انا نمشي ونبدا نطوي في العجينه نتاعي كيما نطوي الملاوي. بعد لو طون اللي كملت العجينات نتاعي الكل وانتم تشوفوا فيهم كيفاش قاعدين يخمروا بالكدا، نجي ونحل العجينه مره اخرى. توا وين باش نعملها الفاسوناج بتاعها، نعاود نحلها. توا باش نحط لها البصل وشويه جبن ونحطها باش تعاود تخمر مره اخرى. راهو قد ما تحطوها تخمر ما تتقلقش. الوغ ناخذ شويه البصل هذا المذبل كيما تشوفوا فيه، نجي نحط في وسطها شويه من البصل طايب، نجي نحط لها شويه جبن مش برشا خاطر الجبن باش نزيدو فوق وجهها، ونجي نلمها كيما تراو هكايا باش نعملها معناها نكعبرها كيما نعمل خبزه عاديه. نحطها هوني ننزل عليها نطبقها شويه باش من بعد تتورق وحدها تتورق. هذوما نوع كيما الملاوي لكن طيبين في الكوشه ماهمش في فوق الغاز. نجي نحط خبزتي هنا من غير ما نطرحها، ما غير ما نزيد نطرحها، نحط فوق وجهها شويه جبن خاطر تولي تشيزنا هذاك باش يعطي غراتيناج. نعاود لكم خبزه اخرى نحطها هكا ونطرحها بكفي بالقدا معناها باش ترفع لي الحشو هذاك، علاش انا نطرحها مليح مليح. ننزل عليها ما غير ما نقطعها، نبدا ننزل عليها نطبقها ما غير ما تتقطع ما نمغطهاش. ناخذ شويه بصل ملي طيبته، هو العروش بتاع البصل خاطر العباد برشا عباد يلوحوهم عروش البصل وهم ما يتلوحوش، راهو نعملوا بهم برشا حاجات اكلات بنين برشا يجيو بالاخضر بتاع البصل. الوغ كي تمشيو للخضار قولوا له خلي لي البصل كامل ما تلوحولوش الاخضر بتاعو. ونجي ونسكر الخبزه نتاعي كيما تشوفوا فيها هكايا قنوطات ولا كعبوره هكا كيما الخبزه نسكرها مليح. ننزل عليها شويه نعاود نطرحها بالعجينه نتاعها بالكل بالحشو نتاعها بريتو، نحطها في الطبق ونجي ونحط على وجهها شويه جبن من اللي انا عملته غابي باش هذايا بعد لا نكمل نعبي الطبق نحطه في كوشه سخانتها 200 مده تقريبا 40 دقيقه بين 35 و 40 دقيقه. يعطيك الصحة شيف فتحية، مشكورة. أنا السادة المشاهدين كيف ما قلت لكم اليوم مع الكسكسي بالبسباس نحب نحضر ترشي، دونك الترشي حبيت نعمل فيه لفت وصف النارية ونعمل فيه البسباس في حد ذاته، قصيتهم جيدين، قصيت السفنارية نتاعي دي رونديل، اللفت قصيته دي رونديل على خاطر كعبات اللفت كبار شوية، مع جوليان نتاع نتاع البسباس قصيتهم جيدين. المهم مع هذيا توا يلزمني نحضر الصوص نتاعهم، حطيت زيت زيتونة باش نحط هنا معاهم خل، دونك نعرفوا الخل هو اللي باش يطيب لنا الترشي، باش يترخى ويهبط يلزموا فيه الخل، نجم زاد نزيد معاه عصير قارص، دونك ناخذ سيترون ونعصر كعيبه قارص باش تعطيني نكهه نتاعها بنينه في وسط الصوص اللي باش نعملوا بها الترشي، وهنا نجموا كيف ما قالت الشيف فتحيه نزيدوا القشور نتاع نارنج ولا حتى عصيره منه بنينه، خاصة قشور وهم أهم حاجة ياسر ياسر يجي بنين الترشي بالارنج. دونك هكا نعصر فايس قارصة معاهم باش نحط تشيشة خفيفة ثوم وباش نحط بزايد هريسة عربي، نعرفوا كي نقولوا ترشي نقولوا هريسة عربي هي اللي باش تعطينا اللون وباش تعطينا نكهة بنينة في وسط الترشي اللي نحضروا فيه. مع هذايا نحطوا شوية ملح، كمية تاع ملح محترمة، نزيد عليهم شوية فلفل أكحل وهكا هذايا الكل نخلطوا مع بعضه. نجم هنا نزيد شوية سكر باش نقص من القوة متاع الخل، نزيد مع الملح كيما نعمل مغير فملح نعمل مغير فسكر نقص من القوة
نتاع الخل، ونعرفوا زيد السكر يصبر ما يقلقش في البريباراسيون هذه. يتخلط الصوص بالكدا بالكدا، واحنا باش نصبوه على الترشي نتاعنا اللي حضرناه. قلت اليوم هو بسباس مع لفت مع سفنارية، يتخلطوا هذوما الكل مع بعضهم. ما ننساش انا بعد ما نحل الهريسه في الصوص بالكدا بالكدا باش نحط كلافس. الترشي لازم فيه يكون شويه كلافس بالعروش نتاعو، نقصوه يعطي بنه ونكهه للترشي نتاعنا بالكدا بالكدا. هكا يتخلط هذايا الكل ويتصب فوق كعبات السفنارية والبسباس اللي قصيناهم مع اللفت. انا باش نخلي ترشي يترنخ، نمشيو بحذا فاطمه. ميرسي لي شيف. الوغ نعطيو الكلمه الفايده اللي باش حكينا على الوان الخريف وشتاء 2021. دونك اليوم كيما قلت لكم باش نحكي لكم على الوان اللي باش يدلجوا السنه في الخريف وشتاء 2021، وباش نبدا لكم باللون المارون البني. اللون هذايا هو كلاسيك برشا ونلبسوه ياسر في الشتاء وديما متواصل معنا، معناها ما نتعبوش منه وما نفدوش وما نقلقوش. المارون هذايا هو من الالوان اللي نقولوا احنا الالوان الحاره، دونك يواتي الناس الكل ويواتي ليتان الكل زادا. نجمو نلبسوه معناها ان توتال لوك، كيما عملنا وشفنا برشا التوندونس نتاع توتال لوك اللي نلبسو لون هو بيدو معناها، وبيان نختاروه معناها هو بيدو اللون في اللبسه كامله تكون اون بياس، ولا نعملو بونتالون واللون نتاعو كيف كيف كان يورينا التصاور اللي من بعد. دونك كيما هكا هذايا التكنيك كمايو، التكنيك كمايو اللي انت تاخذ نفس اللون وتعمل توتال لوك باللون هذاك، اما تلعب على لي طون. دونك فما اكزاكتومون فما المونوكروم اللي هو لا مش هذه التصويره، هذايا الغوي مش المارون. فما المونوكروم، المونوكروم اللي هو يكون اللوك كله نفس اللون نفس الطون. دونك فوالا هذوما في المارون. المارون زاد نجمو نلبسوه على برشا الوان اخرى ويكون اسوسي مع برشا الوان اخرى كيما البلو كيما الغوج كيما الكريم وكيما الفيغ زاد. باهي نتعدى للون اللي بعد اللي هو الفيغ. دونك لون الفيغ هو عنا قديش ما شفناهش في الشتاء دايوغ، ما يمكنش عنا اربع خمسه سنين ما ليناهش الفيغ. 50 تاني شفنا اكليتون الغامقين نتاع الفيغ، الفيغ كاكي ولا الفيغ ميليتير، توا رجعنا باللي طون كل نتاع الفيغ من الفونسي على الاخر للغامق على الاخر. واللون هذا كيما قلت لكم هو لون نجم يكون لون حار اذا كان لي طون نتاعو غامقين، ويجم زاده يكون لون بارد على ذاك يواتي الناس الكل. هذوما تخوا لوك كيما قاعدين نشوفوا، اللوك الاولاني هو مونوكروم توتال لوك في الفيغ، اللون الثاني هو اللوك اللي نستعملوا فيه تكنيك كمايو اللي هو نلعبوا على لي طون نتاع الكولور نتاع الفيغ، واللوك الثالث هو كيفاش اون لاسوسي افيك دوتر كولور هوني كيما الغوز والبلو والجينز اكسترا. نتعداو زاده للون اللي من بعده اللي هو الغوي. دونك اللون الغوي هذايا هو لا نيونس فار اللي يلزمها تكون في الدريسينغ نتاعنا السنه، معناها السنه كي نقولوا خريف نقولوا الغوي. الغوي هو لون حار بيان سور، وكيف كيف نجموا نلبسوه في توتال لوك كما كنتوا تشوفوا، معناها يبدا مونوكروم بيس واحده في نفس الطون، ولا كيما زاد شفتوا التايور هذاك اللي يبدا بونتالون وفيست ويعطينا حاجه مزيانه برشا. اللون هذا كما قلت لكم يواتي الناس الكل. نجمو زادا اون لاسوسي افيك دوتر كولور كيما البيج البلون والبلو. نتعداو للون اللي بعده اللي هو الغوز. دونك الغوز السنه زادا خارج على الاخر باللي طون نتاعو الكل، من الغوز بودغي للغوز اللي يبدا فونسي ولا فوشيا، نجمو نلبسوه هو مزيان برشا كيف كيف كيما كنتو تشوفوا في التصاور. نجمو نستعملو ان توتال لوك اللي يكون مونوكروم، نخدمو على الطون هو بيدو معناها نتاع اللون ونعملو توتال لوك وما تخافوش منه، راهو يعطي مزيان على الاخر كوسوسوا في الفاتح والا في الغامق. فما برشا ناس تقول لك انا ما نجمش نلبس لون معناه من صبع ساقي راسي، راهو لا تنجم تلبس. واذا كان انت ما عندكش الكوراج باش تلبس هكا، اعمل توتال لوك باللون هذاك واخدم على لي نيونس نتاع اللون هذاك، معناه على لي طون نسق لي طون نتاعو كيما قاعدين نشوفوا في التصويره اللي قدامنا. الغوز ينجم يكون اسوسي مع برشا الوان ويمشي ياسر 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 راهو مع الفيغ والبلو، جربوه ما تخسروش مزيان برشا. اللي بعده يجينا لو فيولي.
دونك انا نقول لو غون روتور نتاع الفيولي، الفيولي اللي شفناه في الصيف السنة، الفيولي قعدنا كيف كيف كيما بون الفير ريناه في الصيف، اما الفيولي قعدنا يمكن 4 ولا 5 اون زاده لا شفناه لا في شتاء لا في ربيع لا في صيف، معناها اللون ما عادش براتيكمون نلبسوا فيه. عمل غوتور السنة، عمل غوتور في الصيف ويكمل معنا في الشتاء كيما قاعدين تشوفوا سيليكسيون هذا. دونك اللون هذا يواجه الناس الكل ولي طون نتاعو محلاهم، وكيف كيف ما تخافوش منه. انا اخترت لكم هوني تشكيله نتاع لي طون نتاع الفيولي وكيفاش نجمو نعملوهم اسوسي مع الروج اورانج مع الغوز مع الجينز مع البلو مع الفير مع الاورانج مع هذاك الفير دو، معناه ينجم يكون اسوسي مع الالوان الكل. وحتى في التوتال لوك راهو يعطينا حاجه مزيانه برشا. دونك كيما قاعدين تشوفوا زيد نجمو نحطوه مع الفير وراه يمشي برشا. انا الكومبينيزون تاعي السنة اللي انا نحسها هي باش تكون معناها فاغه على الاخر هي الكومبينيزون ما بين الغاز والفير وما بين زيد لو فيولي والفير، يعطينا حاجه ماهيش ديجا فيو وحاجه شيك برشا وتعطيك كو نتاع بيبس مزيانه على الاخر. ميرسي بوكو فادية الضحاك اللي كانت فقرة الموضة مع فادية. مازلنا ما احناش بعاد على فادية خاطر تويكا باش نشوفوا تقرير بإمضائها وبإمضاء أيمن بن سلمى اللي مشاو لأول غراند سيرفاس موجودة في جربة وفي الجنوب التونسي اللي هي بغيكولا. مرحبا بكم في بريكولا بيان سور. للي ما يعرفش بريكولا هي موجوده في جربه تحديدا حومه السوق طريق القنطره. بريكولا الاكتيفيتي برانسيبال نتاعها هي فضاء تجاري دونك بما يعبر عنه غران سورفاس سبيسياليزي. فاش سبيسياليزي؟ في تو سكي بريكولاج، معناها نقوموا بالكوميرسياليزاسيون نتاع تو سكي ما يخص البريكولاج. عندنا 4 سنين توا في المشروع هذايا ولقينا صدى كبير ومام حتى طلب كبير من حتى حرفائنا، سورتو عندنا برشا حرفاء يجيونا مام من خارج جربه ومام معجبين برشا بالبروجي نتاعنا يطلبوا منا مام حتى يقولون علاش ما تحلوش نقاط بحذانا. سي بور سولا احنا بمناسبه العيد ميلاد الرابع نتاع بريكولا عندنا مولود جديد اللي هو باش نفرحوا به كليوناتنا، سورتو كيما قلنا كيما حكيت لكم الطلب اللي عندنا من عند الكليونات خاصه اللي من خارج جربه اللي هو سيت دو فونت اون لين اللي هي بيستور. بيستور هذا موقع الكتروني من عن طريقه هو نعرض منتوجاتنا الكل واللي تخلي الحريف خاصه من خارج جربه فاسيلمون عباره كاينو جيل بريكولا يقضي شنو حاجته امام نضمنوا له حتى لا ليفريزون الوين هو موجود وفي اسرع الاجيال. قدره الله بالنسبه لحرفائنا مع بيستور احنا حاولنا نقرب لهم اكثر ما يمكن ودخلنا عباره دخلنا لهم بريكولا البيان. كما تشوفوا معناها احنا توا في فتره استثنائيه بالنسبه لبريكولا اللي هي تتمثل عيد ميلادها الرابع. بيان سور احنا سخرنا للكليونات نتاعنا بليزيور كادو اي بليزيور برومو اللي باش تكون على ذمتهم برشا هدايا برشا كادوات. بيان سور يقعدوا ديما سوربريز ويقعدوا ديما احنا سنسناهم راهي كليوناتنا كل انيفرسير نتاع بريكولا يلقاو ديما دي كادو وكل عام يلقاو دي كادو خير من العام اللي قبله. بيان سور السنا احنا باش نخليوها لهم سوربريز خاطر كادوات السنا بيان سور اكيد طير على الاخر وباش يعجبوهم على الاخر.
دونك كما كنتوا تشوفوا في التقرير الخاص بزميلتنا فادية الضحاك وايمن بن سليمان اللي مشاو لاول غراند سيرفاس موجود في جربه وفي الجنوب التونسي اللي هو بغيكولاج، وتلقاو فيه كما شفتوا تلقاو كل ما يهم الدار التونسيه من اونتروتيان كيف كيف كل ما هو ديكور. الحاجه الباهيه انه بمناسبه عيد ميلادهم الرابع دونك بغيكولا عامله تومبولا للناس اللي تحب تشارك فيها تنجموا وتمشيوا اليوم على خاطر تيراج سور باش يصير 7 نتاع العشيه. دونك شاركوا ادخلوا على السيت نتاع بغيكولا وشاركوا في التومبولا هذه تنجموا من خلالها تربحوا فيلو الكتريك. دونك امشيوا اليوم الجربة للناس القراب غاديك وشاركوا في التيراج سور ان شاء الله في التومبولا وربحوا فيلو الكتريك 7 نتاع العشيه. ميرسي بوكو بغيكولا على المجهودات نتاعكم الكل وعلى البرودوي المزيان. نرجعوا بعد الشيف. مرحبا فاطمه، باش نرجعوا نكملوا مع بعضنا. الشيف فتحيه قاعده تكمل لنا في طريفات الخبز اللي حضرتهم. انا وصلت للتفويره الثانيه نتاع الكسكسي، كيف ما قلت لكم حطيت البسباس هو الاول في القاع نتاع الكسكس نتاعي وفوق منه حطيت الكسكسي. الكسكسي شعملته بسسته بشويه ماء بركه حطيته يفور فوق البسباس، توا كي نقلبهم يجي العكس، يجي البسباس هو من فوق الكسكسي في قاع شقالك ما تشوفوا. يلزم نخلطهم مع بعضهم بالكدا بالكدا، ما يلزمش يبقى كل واحد وحده، دونك هكا يتخلطوا مليح. نحاول نفرك هكا البسباس كان شد روحه شويه، دونك كي يذوب يلصق على بعضه احنا نفركوه بالكسكسي هكا ومن غير ما نحطوا لهم ماء، معناها في التفويره الثانيه ما نزيدش ماء، نكتفي بالماء اللي سايبه البسباس. نخلطه بالكدا بالكدا مع حبات الكسكسي اللي اخترته انا جيد من عند ورده، ونعاود نفوره تفويره اخرى مده ربع ساعه 20 دقيقه ماكسيموم فيما طاب الصوص اللي قاعد نحضر فيه. هذايا وين وصلت انا في الكسكسي نتاعي. دونك باش نرجعوا نشوفوا الشيف فتحيه قاعده تحضر لنا في العصيده اليوم، قالت عصيد بفريوه هكا، عصيد بفريوه بالبات نوازيت من عند ريان. من عند ريان، وديما العباد تسالني نصفيها ولا راهو النوازيت نتاعها نظيفه مرحيه زيت كلها، معناها يرحيها لين تزيت لين من غير ما يصفي، معناها لا تصفي لا فيها تفش لا فيها كعابر لا فيها حتى شيء. ونظف هوني عندي ايترتين ماء، نجي نحط عليهم الحكه نتاعي تاع العصيده اللي هي بوفريوه. هذه البوفريوه العاديه ماهيش لانستونتاني. الوغ نجي نصبها الكل فوق ليترتين ماء نتاعي، ومن بعد نكمل نكرم الحكه بالكدا باش ما نخليش بات، تعرف هذوما حاجات ما نحبش نلوح منهم حتى شيء. ماذا بينا نستغلوا الماكسيموم تاع البات بتاعنا، الماكسيموم تاع البات بتاعي انا كما تعرفني. هوني نجي عندي 200 غرام فرينه ورده نحطهم فوق الخليط بتاعي، هذه نخلطها ونعصدها، ومن بعد نحط لها السكر ونحط لها الحليب كونسنتري، ما تستحقش برشا خدمه كما تشوفوا فيها. نجي نخلطها بالكدا بالكدا بالفوي، دايوغ عصيدة سنيل كلها طيبتها بالفوي، لا مدلك لا قلق لا حتى شيء. اللي معناها يظهر له تكعبر ولا حاجة، ينجم يعمل لك البلونجور في وسطها، أما كيما تشوفوا فرينتها نظيفة وفرينة وردة في العصايد ما تكعبرش مع الرطوبة نتاع البات نوازيت نتاعي. معناها وحكارها صحيح فرينة وردة، كي تقول 250 يعني 250. فوالا. هذايا باش نحط نطيبها توا، ومن بعد نحط لها شطر حكه حليب كونسنتري وشويه السكر وعصيدتي تكون حضرت. يعطيك الصحه مشكوره شيف فتحيه. انا نحب نقول جوست استيس صغرون يخص كسكسي البسباس الساده المشاهدين، الربطه بسباس تعمل لكم رطل كسكسي. انا خذيت زوز رباطي بسباس عملت عليهم كيلو كسكسي، دونك هذايا لاستيس اللي نحب نتقاسمو انا وياكم. ما يلزمش راهو يجي برشا كسكسي ازيد من لازم ولا برشا بسباس ازيد من لازم، هاوكا رطل عليه ربطه بسباس، الكيلو عليه زوز رباطي بسباس، تقصوهم تغسلوهم مليح قبل ما تقصوهم ومن بعد تقصوهم باش تحافظوا على الفليور والنكهه نتاعهم. وكيف ما تشوفوا فورتوا انا هو في القاع فوق منه الكسكسي، تو خلطتهم مع بعضهم باش نعديهم للتفويره
الثانية في محاضرة الصوص. نرجعوا بحذا فاطمة. وي نرجعوا بحذا باش نعاود نحكي لكم على البرودوي هيركس، البرودوي اللي فيه الشامبوان، فيه اللوسيون، فيه الكومبليمون اليمونتير. إذا كان عندكم مشاكل في شعركم ولا تحبوا تحافظوا على شعركم، ما عليكم كان تستعملوا البرودوي هذا اللي هو مصنوع بتقنيات سويسرية إمضاء لونفول فارما. أكثر معلومات نجموا تطلبوا 74 441 999، مانيش غالطة، دونك 74 441 999. نعاود نذكركم البرودوي هذا تلقاوه في كامل صيدليات الجمهورية التونسية. نشوفوا سبوت ونرجع باش نحكيو على مجموعة قصصية اسمها الأوغاد. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالا وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. دونك لو برودوي هذا نعاود نذكر اللي هو هيركسل تقاو في كامل صيدليات الجمهورية التونسية. شنحكيو تويكا على مجموعة قصصية اسمها الأوغاد، كتابة مدام روان بن رقية اللي هي كاتبة وقاضية. صباح خير لله. مرحبا، صباح الخير. شنو أحوالك؟ عايشك. الحمد لله. دونك قاضية تكتب كتاب، دونك جديدة معناها الحكاية نو؟ هي مش جديدة، نتصور فما برشا رواق معناتها مجموعة قصصية مش متعودين. لا مش متعودين، معناها حاجة مستحثة، ولكن نتصور برشا زميلات عندهم ما يكتبوا، أما معناها ضغط العمل والكل ما يسمح لهمش. أنا كتبتها في فترة الحجر الصحي. بالضبط، هذاك علاش؟ لقيت وقت معناها. الوقت وبعد شوية على المجتمع وعلى القضايا معناتها وكل، دونك كانت لي فرصة كبيرة باش ندخل في العوالم الأسرية الداخلية ونتأمل الحياة نتاع الأشخاص المهمشين اللي في المنزل ولا حتى المتشردين في الشوارع. المجموعة القصصية نتاعك تحسها موجهة ولا مسلطة على المرأة المعنفة، وخاصة في فترة الحجر الصحي هكا ولا، دونك كيفاش جاتك هالفكرة هذي؟ فما شكون تعنف بحذاك، جيرانك ولا القضايا اللي قاعده تحكم فيها؟ والله شوف، هو صحيح اغلب الشخصيات في الاوغاد هي شخصيات نسائيه، والموضوع الاكثر طرح هو موضوع العنف ضد المراه بنوعيه، يعني العنف المادي والعنف المعنوي. وذا خلينا نطرحوا تساؤل حول حقيقة القوانين المستحثة في تونس اللي متعمنة عبر الأنظمة السياسية المتعاقبة، واللي كانت يعني الهدف متاحها الانتصار لحرية المرأة، حقوقها، سينة كرامتها من مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 حتى لليوم. قانون العنف ضد المرأة كان تعرف قانون عدد 58 بتاع 2017، يعني القوانين هذه الكل اون برانسيب كانت تنتصر يعني وتحمي المراه وحقوق المراه وكرامه المراه. ولكن الواقع يخلينا يعني نطرح تساؤل كبير، علاش القوانين هذه يعني علاش على مستوى التطبيق العنف مازال على مستوى الواقع، يعني علاش العنف مازال موجود وبلاكس قاعد يتفاقم بالرغم من فما قوانين رضايه توتافي وقاعد يتفاقم صفه كبيره. يخلينا نقولوا وانه القانون على حالته ليس كافيا لحمايه المراه، يلزمنا يعني بديل اصلاحي تربوي، يعني يلزمنا نلعب شويه على التربيه ولاصلاح العقليات، لانه القوانين تنجم تكتب الاف القوانين، ولكن اذا كانت العقليه مؤسسه على منظومه قيميه يعني مهترئه ونظام تربوي فاسد، ماناش باش هناك تعمل مجموعه قصصيه وانت قاضيه، معناها يقول قايل كانت تنجم تكتب كتاب قانون، فهمت، تقول فيه شنو يلزم يصير وشنو ما يصيرش، اما روايه هكا ولا مجموعه قصصيه تحس لا حبيت توصل بطريقه ممكن سلسه اكثر منها حاجه اخرى. هو القانون ما عنده حتى علاقه بالادب، يعني القانون هو كتابه تقنيه قانونيه باش تعالج فيها مسائل قانونيه او باش تطرح فكره معناها قانونيا. الادب بطبيعه، الادب حاجه اخرى، الادب فن والادب نجم تتصرف فيه، القانون صعب انك تتصرف فيه. اللي انا طمحت له من خلال الكتاب هذا، انا خرجت على صفه القاضيه في الكتاب رغم انه الاثر نتاع المهنه نتاعي موجود، لانه كنت نشوف الاشياء بطريقه اوضح من اني انسانه عاديه ولا، ولكن اللي انا معناتها سعيت له اني
أن نراجعوا مع بعضنا المنظومة القيمية، يعني كانت فرصة باش نراجعوا القيم معناتها الإنسانية كما الكرامة الإنسانية، قيمة المرأة في المجتمع، الحرية، العلاقة مع الله، العلاقة مع الآخر، العمل، الثروة، المال، يعني هذوما القيم الكل اللي توا معناتها تداخلت وفما معناها مفاهيم اختلطت علينا، هي معناها هذايا هو اللي أنا سعيت له من خلال الكتاب. صفصوفة مرحبا بك مدام، يعطيك الصحة على الفكرة وعلى المبادرة، حاجة هايلة على الآخر، سورتو كي تجي من لسان القانون، يعني إنسان يطبق في القوانين. هنا حبيت نسألك، هل أثر مهنتك لهنا ودرايتك أو تعمقك في القوانين باش تتناول جوانب في الرواية متاعك، وكيف كيف هل باش تأثر الرواية متاعك نهار آخر في طرحك للقانون، في رؤيتك لبعض القضايا، لوضعية المرأة، هل باش تخل بعين الاعتبار لكوتي أما منه هكا في قضايا تهم المرأة مثلا؟ نعرف لو أنه يعني أنت تطبق القانون، لكن فما حاجة اسمها روح القانون واجتهاد من القاضي. طبعا هو اولا ساعه معناها امراه قانون عندي الميزه انه عندي علم بالقوانين، معناها وكي تبدا عندك علم بالقوانين يوجعك الواقع، لانه تولي عندك حساسيه كبيره وقت اللي تشوف انه القانون مثلا يحمي الكرامه الانسانيه ويحمي المواطن ويحمي المواطنه، ومن بعد تجي تلقى كما في نص شيشتو مثلا في المجموعه القصصيه، شيشتو بين ظفرين المعتوه او المجنون او الشخص الذي يعني قطع مع سياسه القطيع وعنده شويه من الزهد واصابه احباط نفسي ابتعد عن العالم مثلا، الشخص هذا نتسألوا اين كرامته، اين الكرامه الانسانيه، لماذا يعني في نص شيشتو قال هناك بعد فلسفي وجودي كبير، وهناك عمل على يعني هناك نظرة لميكانيزمات اشتغال السلطة مع الناس، معناتها السلطة لهنا في النص هذية لقات روحها في موقف محرج جدا في فترة الحجر الصحي، لأنها تطبق لا تطبق قوانين الدولة على المعتوهين والمجانين وتلفظهم في سائر الأيام. في فترة الحجر الصحي وجدت نفسها في موقف محرج، لأن شخصية شيشتو يعني بما أنه لا تسري عليه قوانين الدولة في الأيام العادية، لا تملك الدولة أن تفرض عليه أن يلتزم بالحجر الصحي، معناها واضحة للصورة، وبالتالي كان شيشتو الوحيد يعني في البلاد اللي عنده السلطة والحرية ليخرج ويتمتع بالعالم ويتجول معك البي، في حين أنه العالم الكل في حجر صحي. يعني شفتك معنه هو معتوه دونك هو يتمتع بالحياة. وبالتالي السؤال المطروح، هل أن الكرامة الإنسانية هما ميتافور قوية في توتافي، معناها الكرامة الإنسانية هل تعطى فقط للإنسان حين يكون سليم ومعافى وفي صحة جيدة ومعناها متزن إلى آخره؟ لماذا لا تعطى الكرامة لأي إنسان مهما كانت وضعيته؟ هذا طرح مثلا. صحيح، محلية الطرح أون بلوس. ومرض بالكورونا ولا شيشتو في الوقت اللي خرج اللي نخليه للجزء الثاني تاع هو شيشتو نصور ما تعنيوش ينزل الكورونا يمرض ما يمرضش، هو خارج الله مش عارفها اصلا هو خارج عن الزمان والتاريخ. الوغ نرجعوا للعنوان ونرجعوا لدار النشر، دونك وين ينجم يتباع الكتاب زاد وين قاعد يتباع؟ موجود الكتاب توا في براتيكمون يعني مكتبات تونس الكل موجود، بختو معناتها المكتبات الكبيره والمعروفه وحتى المكتبات العاديه موجود، في بقيه انحاء الجمهوريه موجود، في نابل موجود، في قليبيه موجود، في قفصه موجود، في المهديه موجود، في سوسه، صفاقس يظهر لي المده هذه باش يكون موجود، يعني اكسيسيبل. علاش سميتو الاوغاد؟ لان الاوغاد اذا كنت هنا تحكي على المراه المعنفه ان شاء الله مش الرجال الاوغاد، حسب رايك شكون الرجل يكونوا كلهم خوف فيمينيست الاوغاد هو الفيمينيزم يطرح نفسه، يعني المراه التي تكون يعني في علاقه مباشره مع الواقع نتاعها وماش تعيش في اغتراب مع واقعها ومتصال، يعني تعرف القوانين وتعرف المعاناه الحقيقيه للجنس البشري. هي اليوم ولات تهمه فيمينيست، فلانه فيمينيست، علاش تهمه؟ علاش تهمه؟ علاش تهمه؟ هي حقيقه واقعه، لانه المراه اعطيناها دور ليس طبيعي، المراه تتحمل كل الاعباء، والمراه يعني هي التي تحمل هذه الدوله على كتفيها، هي اللي تربي، هي اللي تثقف، هي اللي توعي، هي اللي تطيب، هي اللي تقضي، والمراه مسكينه قاعده ضحيه، ضحيه شنو؟ ضحيه منظومه قيميه فاشله يجب ان تراجع،
يجب أن تراجع، لأن القيم التي تسبب البؤس للبشرية مرأة أو يعني رجل أو امرأة يجب أن تتغير. شنو يعني المرأة هي ضحية تربية، علاش الأم التي تنجب رجل تشعر كأنها أنجبت كنز يعني وتستعبده فكريا وتربيه على أن يستبد بزوجته؟ يعني الأم عندما تنجب رجل يمشي في بالها أنها ستستعبده إلى آخر لحظة في حياته وتستعمل عنصر ديني تقول له ما نرضاش عليك كان يعني تنجم تحطم له حياته. في نهاية الأمر أنت كأم راك أنت عشت تجربتك في الدنيا، فشلت نجحت هذاك أمر يعنيك، خلي ابنك يعني قص الحبل السري الفكري معه، خليه ينطلق في الحياة. علاش معناتها تعمل له ضغط معنوي بك العنصر الديني بتاع ما نرضاش عليك كان المرأة ديك تعملها بالقداء، ما نرضاش عليك كان المرأة ديك تبقى تعيش معها، ما نرضاش عليك كان المرأة تعمل هي هو راهو عدو المرأة كان المرأة لخاطري عقليات وحاجات ربينا عليهم وعشنا بيهم. للأسف الأمهات لازم يبدلوا، أنا معناها جمعة غاسلي أمهات الجيل الجديد ما تعملوش كما عملوا جداتنا قبلنا لأنهم حطموا مجتمع كامل بأسره. أيوي. ما تغلطوش الغلطة هي. مشكورة روان بن رقية اللي هي كاتبة وقاضية، والكلام الأخراني اللي قالته الأستاذة والقاضية بين لنا أنه هي محايدة، معنا أوكي اسمه الأوغاد، أما راو في الأوغاد جبدت المرأة الدكتاتورة وجبدت الرجل الدكتاتور، دونك ما تخافوش نهار دي عندنا قضية قدامها ما تقول الصيح مشيت كانك امرأة ولا راجل، راهو شد روحك راي المرأة نمشي كوغيك. مبادئ الإنسانية الكونية مبادئ الإنسانية الكونية. ميرسي لله وشرفتنا. نمشي وفاصل وبعد نرجع. بعد ما تحصلت سيكام على لقب أحسن منتوج لسنة 2020، هاو باش نكتشفوا مع بعضنا سر طماطم سيكام. طماطم سيكام الحق من طيب كان بيها، نحطها كالمغرفتين والصوص تجي خاثرة وحموريتها تشهيك. طماطم سيكام طبيعية كما هي. طماطم سيكام كليوناتي كلها برين عليها، أنا ما ننصح كان به. اللي عجبني ما فيها حتى مصبرات. وليدي توا 10 سنين ينو طماطم سيكام، ماكلتي يحبوها كبار وصغار، طنجرتي بطماطم سيكام تكفي وزيادة، هذاك علاش ما بدلهاش. دونك سيكام المفضلة عندكم وما تبدلوهاش، حتى هي طماطم من غير حتى مواد ملونة ولا مواد مضافة، وزيد ما فيها حتى مصبرات. طماطم سيكام 100% طبيعية. شكرا على ثقتكم فينا. كل شدة وعندها نهايتها، غدوة ترجع حياتنا لعادتها، أما اليوم خلينا نشدوا ديارنا ونحميوا صغارنا ونتعاون ونعملوا اللي علينا باش نحافظوا على أهلنا ومالينا وكبارنا اللي عزوا علينا، وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وتتعدى هالسحابة وتونس تعاود تشرق شميستها. عمرنا ما نسينا الناس اللي تخدم علينا وأبطالنا في السبيطارات اللي تداوينا، على خاطر بلادنا سرها وقوتها في محبتها، وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وحوستها وفرحتها وبهجتها، وباش نفرحوا أكثر ساعتها على خاطرنا باش نحسوا أكثر بقيمتها. توينسا وسرنا المحبة.